أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج فاسألوا أهل الذكر. نحن معكم على الهواء مباشرة عبر قنوات دبي للإعلام. في بداية هذه الحلقة أرحب وإياكم بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، أستاذ الفقه وأصوله. أعزائي، نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام التي ستظهر على الشاشة بعد قليل، وكذلك عناوين وسائل التواصل الاجتماعي التي ستظهر على الشاشة تباعا. حياك الله فضيلة الشيخ. الله يحييكم ويحفظكم. الله يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله فضيلة الشيخ. واليوم معك والمشاهدين الكرام، والحلقة بعنوان ما يحبه الله وما لا يحبه. إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وخير خلق الله أجمعين ورحمة الله للعالمين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله سبحانه وتعالى يحب عبادات وأعمالا، ويحب عبادا ويحب أماكنا، وفي المقابل لا يحب أعمالا هي بغيضة ولا يحب من يفعلها من عباده. والمسلم عليه أن يتتبع محاب الله لكي ينال شرف نيل محبة رب العالمين، ويتجنب ما يكرهه الباري سبحانه وتعالى لينال رضاه. وأحب الأعمال إلى الله هو ما افترضه عليه. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يحب الله من عباده المتوكلين عليه، يقول عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويحب المتقين، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ويحب المقسطين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ويحب جل جلاله التوابين والمتطهرين، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويحب الله الصابرين، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ويحب عباده المتبعين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويحب معالي الأمور وأشرافها، عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاسفها. ويحب الله تبارك وتعالى من يحب لقاءه،
قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وأحب الناس إلى الله يوم القيامة الإمام العادل، قال صلى الله عليه وسلم: إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل. وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر. ويحب جل جلاله القوة في المؤمن، قال صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ويحب الله الإتقان في العمل، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحب الأعمال إلى الله بعد الفرائض إدخال السرور على المسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الحال المرتحل. قيل: وما الحال المرتحل؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال. ويحب الله تعالى السماحة في التعامل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. ويحب الله الحياء والستر. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب الحياء والستر. ومن الأعمال التي يحبها الله أن يرى أثر نعمته على عبده. عن زهير بن أبي ألقمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا سيء الهيئة فقال: ألك مال؟ قال: نعم، من أنواع المال. قال: فليرى أثره عليك، فإن الله يحب أن يرى نعمته على عباده ويكره البؤس والتباؤس. ويحب الله تبارك وتعالى الرفق في جميع الأمور، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. ولا يحب الله الجهر بالسوء، ولا يحب المعتدين، ولا يحب الفساد، ولا المفسدين، ولا يحب الكافرين، ولا يحب الظالمين، ولا يحب المختالين، ولا يحب الخوانين، ولا يحب المسرفين. يقول تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقال سبحانه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال عز وجل: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال جل جلاله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات
والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال الله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال سبحانه: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. وقال تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال عز وجل: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وقال جل جلاله: والله لا يحب المفسدين. وقال تبارك وتعالى: إن الله لا يحب الخائنين. وقال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال تعالى: وتقدس، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. ويبغض الله الغيرة المذمومة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله. فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي الحديث الشريف أن الله يبغض ثلاثة: يبغض الشيخ الزاني، والفقير المختال، والمكثر البخيل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أربعة يبغضهم الله عز وجل: البياع الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وأبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. والله يبغض الفاحش المتفحش في كلامه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. آمين. يبارك فيك فضيلة الشيخ. نبدأ باستقبال المكالمات، وعندنا سالي من السويد. سالي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بلده، ما عندي سؤالين. نعم. ويا الصلاة ويا السنة الأربعة قبل الظهر، نعم، يجوز أصليها مع بعض ولا اثنين اثنين؟ نعم. والسؤال الثاني: إذا سافرت بنفس الدولة غير مدينة، مثلا تبعد 500 كيلومتر، أصلي يعني جمع؟ طيب. كم مدة أقدر أصلي؟ يعني مثلا أسبوعين، شهر؟ نعم إن شاء الله. مشكورة يا يعني سالي. يعني أقدر أجمع ولا؟ نعم. يعني ولا لازم أصليهم؟ نعم. يعني كامل ويا الفرض إن شاء الله. ولا أقدر أجمع؟ نعم تفضلي. الله يبارك فيك. يعني المدة، أريد أعرف المدة. نعم واضح إن شاء الله. مشكورة يا سالي من السويد. لمياء من فرنسا تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول: عندي زوج ما يصليش صلاة الفجر في وقتها، بعدين حيصليها قبل الظهر، هذا ممكن ولا لا؟ نعم. هذه سؤال أول. والسؤال الثاني: عندي ولدي بمرض السكر. نعم. ولما ينتهي رمضان بخرج عليه الفطرة. هذا العام خرجت النصف وبقى لي النصف، ما فيش مشكل إلى نخرج في هذا الوقت ولا؟
نقدرش نخرج. طيب عندي سؤال لك لو سمحتي، الولد يستطيع أن يصوم ولا ما يستطيع؟ لا يستطيع أن يصوم، عنده الأنسولين والأنسولين يعملها خمس خطرات في النهار. إن شاء الله. مشكورة يا لميا وبالسلامة إن شاء الله. أم عبد الله من العين تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الله يبارك فيك، حياك الله. طول عمرك. أنا بسألك، هل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أفضل؟ طيب. مع ولا قراءة القرآن أفضل؟ نعم، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل أم قراءة القرآن؟ تفضل أخي الكريم كمل سؤالك، في عندك سؤال ثاني؟ ليلة الجمعة ونهار الجمعة. إن شاء الله إن شاء الله. أم عبد الله معنا الآن. منال من السعودية. منال من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جمعة مباركة علينا وعليكم. آمين، الله يبارك فيك، حياك الله. عندي سؤال، الوالدة حلفت يمين إنها ما تحضر مناسبة لأحد في العائلة، ولكن حاولنا نرضيها وإنها إن شاء الله تحضر هذه المناسبة، إيش المفروض دحين نعمل كفارة يمين لها؟ طيب إن شاء الله إن شاء الله. مشكورة وحياك الله يا منال، مشكورين على التواصل والاتصال. سنتواصل إذن مشاهدي الكرام معكم ومع فضيلة الشيخ والإجابات بعد فاصل قصير، أرجو أن تبقوا معنا. أهلا بالجميع وأرحب بكل المشاهدين الكرام. نبدأ بالإجابة على الأسئلة مع فضيلة الشيخ. أبدأ فضيلة الشيخ بسالي من السويد، موضوع الصلاة قبل هل هي متواصلة أم ممكن اثنين اثنين؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. صلاة قبلية الظهر ممكن أن تصلى ركعتين ركعتين وممكن تصلى أربعة، والأربعة المتصلة أفضل بتشهد واحد والتسليمة بعدها في الركعة الأخيرة، حتى لا تشبه السنة الفرض الذي سيصليها، فيصلي أربع ركعات مع بعض. وهي سألت عن هذه، هل ممكن أن تصلي مع بعض؟ أنا أقول بل إن بعض العلماء أغلب العلماء يقولون أن ذلك أفضل، إنما قضية المثنى مثنى في الليل. نعم. سؤال عن السفر 500 كيلو شيخنا، لكن تسأل الآن عن المدة. نعم، أولا الإنسان إذا يريد أن يعرف المدة التي تجوز له أن يجمع ويقصر، فالمدة لابد أن يكون محددا من الأول أنه لا يتجاوز أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج. فإذا كان يعلم الإنسان منذ البداية أنه سيمكث أكثر من ذلك فإنه لا يجوز له القصر عند جمهور أهل العلم، ويجوز عند الإمام أبي حنيفة القصر لكن لا يجوز عنده الجمع، فلا يستطيع أن يأخذ الجمع من الجمهور والقصر من مذهب أبي حنيفة، يعني يلفق بين المذاهب. فإذا الأصل أنه إذا كان يعرف فإنه لا يقصر ولا يوم واحد، إذا كان يعرف منذ البداية أنه سيمكث أكثر من ذلك. أما إذا كان الإنسان يذهب إلى مكان ما ويظن أنه خلال ثلاثة أيام أربعة أيام يرجع، ثم يطرأ عليه طارئ فيتأخر اليوم غدا اليوم غد وهكذا، مثلا عدم الحصول على حجز عدم انتهاء من عمل معين أو شيء من هذا، فإلى 18 يوما بهذه الطريقة. والمسافة التي هي ذكرت مسافة قصر بلا شك، سواء كانت داخل دولة واحدة أو في دول مختلفة، يعني أكثر من 80 كيلو سواء داخل الدولة أو خارج الدولة. وأما قضية الجمع فإن هناك فيه سعة لكن عند الحاجة إليه، يعني الإنسان قد يكون في خارج البلاد لكن لا يستطيع لا يقصر، يعني يمكث أكثر من أربعة أيام، لكن قد يحتاج إلى جمع لأنه يذهب إلى مكان عيادة أو شيء من هذا القبيل، فلا مثلا يذهب بعد الظهر فيخشى أنه لا يستطيع أن يرجع لوقت صلاة العصر فيجمع الظهر مع العصر في وقت الظهر، أو مثلا بين العصر مثلا المغرب يتأخر صلاة المغرب عنده فينوي في المغرب جمع تأخير مع العشاء، لكن لا
لا يجمع بين العصر والمغرب، ولا يجمع بين العشاء والصبح، ولا يجمع بين الصبح والظهر، إنما الجمع فقط بين الظهر والعصر أو المغربي والعشاء. بقي سؤال أخير هنا فضيل الشيخ في موضوع المريض. نعم. المريض شيخ نحن سارين فحوصات 6 أيام. نعم. يوم الدخول والخروج، لكن بعد ذلك اضطرينا نجلس. اضطريتوا تجلسوا، ولكن على أمل أنك كل يوم ترجعون. نعم. هذا لا إشكال فيه إلى 18 يوم. لكن الآن إذا علمتم، لا الآن الطبيب قال أنتم لازم أن تبكثوا هنا 2 أسبوع مثلا، فالآن خلاص توقفون عن قضية القصر. نعم. وما صليتوا صحيح، لكن بعض الناس ماذا يفعلون؟ هو يعرف أنه يمكث شهرا، يقول لا إذن أنا عندي رخصة 4 أيام ويوم الدخول ويوم الخروج، فأنا أقصر وأجمع وبعدين بكمل. لا، هذا ما يصح، لأنك خلاص بمجرد وصولك أنت نويت الإقامة أكثر من ذلك. لم يأمن فرنسا فضيل الشيخ الزوج صلاة الفجر يصلي قبل الظهر أو بعد، تكون فاتته يعني؟ لا، هذا يقينا فاتته، هذا قضاء ليس صلاة، وهذا يعني اسم كبير، يعني ما يصير أن الإنسان يتعمد أن كل يوم يصلي. يوم من الأيام، ليلة من الليالي مثلا ذهبت عليه نومة فأشرقت الشمس، هذا لا إشكال في ذلك، يعني الإنسان النوم ليس في النوم تفريط، لكن أن يأخذ يعني استعدادات. لا، سؤال، هل يتأخر عن الدوام؟ هل يستطيع أن يتأخر عن عمله؟ لا يستطيع، يعني يضع منبهات، يضع أشياء معينة كذا، رنات هاتف إلى غير ذلك، ويشغل كل اللي في البيت عشان يقومون للراتب للدوام، وما يفعل ذلك للصلاة. هذه يعني إنسان على خطأ كبير، والإنسان يحرص على أداء الصلوات أولا في الجماعة إذا تيسر له، إذا لا على الأقل يصليها في وقتها. بالنسبة للولد فضيل الشيخ ما يقدر يصوم؟ إذا هو لن يستطيع الصوم ولا مستقبلا، فنعم تخرجين عنه كل يوم، إذا كان وجب عليه الصوم طبعا، هو يخرجها أو يخرجها وليها أو مثلا والدتها إذا كان بالغا لابد من موافقته يخرجها، سواء خرجها دفعة واحدة سواء خرجها على دفعات، هذا لا إشكال في ذلك. ما دمنا في الصيام فضي شيخنا، في سؤال من سمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الإمارات. نعم. تقول شيخنا إنسان شرب الماء ظن منه أن الفجر لم يؤذن. نعم. في صيام هي العادي. نعم. ثم اكتشف أن الفجر أذن. نعم. أتم الصيام في ذلك اليوم. نعم. هل يلزمه القضاء وهل عليه كفارة؟ نعم، لا ليس عليه كفارة، لكن يلزمه القضاء. يلزمه القضاء، لأن هذا الصوم غير صحيح. ظن بقاء الليل هذا ليس يعني عذرا. هذا ليس عذرا. نعم. أما لو كان شرب ناسيا، يعرف أنه الآن نهار فهو لم يظن أنه الليل باق، لكنه نسي أنه صائم فالشرب، هذا لا إشكال فيه فليتم صومه. لكن هنا هو تعمد الشرب نظرا لظنه أن الليل باقيا، والصحيح أنه لم الليل ليس بباق حتى. نعم. هنا شيخنا ما فيها احترام حرمة الشهر، لأنه مش في الشهر، صايم يوم عادي حتى، يعني أكمل الصيام هو. لا بس لا يعتبر صوما، لأن نفترض أنه أكمل الصوم هذه عن بالنية مثلا قضاء، بنية أو أداء لنذر، فهذا لا يصح، لابد أن يصوم يوما. أما الصائم المتطوع هو أمير نفسه، حتى لو تعمد الشرب في أثناء النهار لا إشكال فيه، لكن الإنسان المسلم يحرص على إتمام العمل ولا ينقضها بدون عذر. أيضا سأتي لأم عبد الله. أبو عادل فضيل الشيخ من عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الواتساب للبرنامج يسأل شيخنا، جواز إخراج مبلغ من الزكاة قبل حلول الموعد؟ نعم. ب3 أشهر. نعم. يقول شيخنا لي حالتين. نعم. حالة الأولى إنسانية لديه عملية جراحية وغير قادر يتعالج. نعم. الثانية يتيمة مقبلة على الزواج أيضا غير قادرة. نعم. أو أهلها غير قادرة. نعم، بالعكس التعجيل هنا مطلوب، لأن إذا الناس كلهم أخرجوا فيها قد لا يجد من يساعده في مثل هذه الحالات. فالإنسان إذا أخرجها بنية الزكاة فلا إشكال في ذلك عند الجمهور، وحد دليلهم في ذلك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة عمي العباس لمدة عامين، فتعجيله لعام لا إشكال في ذلك عند جمهور أهل العلم جائز. لا. أعود لأم عبد الله. إلا عند الإمام مالك فإنه يجيز يعني قبيل حلول الحول شهر شهرين. أم عبد الله شيخنا تقول صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل في يوم الجمعة أو في نهار الجمعة أم قراءة القرآن؟
هو ورد آثار كثيرة في فضل الصلاة على والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة وليلتها. الإنسان يحرص على هذا، ويحرص كذلك على قراءة ما ورد في يوم الجمعة مثل سورة الكهف. لكن إذا فرضا قرأ القرآن، هذا لا يطغى على هذا، لأن الصلاة أنت تستطيع أن تصليها على مدار اليوم، لكن القراءة ربما تقرأه بعد الفرض أو قبل شروق الشمس أو مثلا أثناء فراغك من شغل. أما الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، الإنسان وهو يعمل يستطيع أن يشغل لسانه بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يفوت على نفسه فرصة. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها لا شك أنه في ذو فضل عظيم. نعم. منال من السعودية، الوالدة حلفت يمين الشيخنا ألا تحضر مناسبة. نعم. الآن تريد أن تتراجع وهم يخلونها تتراجع، ماذا نعم. تفعل؟ عليها أن تكفر عن يمينها. من رأى يعني من حلف على شيء ثم رأى خلاف ذلك خير له، يعني قد يكون فيه تطيب خاطر لأهله لأولاده لبناته في حضور زواجهم أو شيء من هذا القبيل، يكفر عن يمينه. وكفارة الصيام وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم. نعم. نكمل معك شرف رضي. شيخ أم خالد تفضلي من دبي، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا عندي أخ، ومع العلم أنا أخت الكبيرة، أخويا هذا مقاطعني من 7 سنوات. أنا حاولت أتواصل وياه، هو كان في سبب زعله، بس السبب يعني مش يستاهل هذا الزعل كله. وكم مرة حاولت أتواصل وياه وأراضي وأسير له يعني في رمضان أو في الأيام العادية، بس وجودي عنده غير مرحبة. الحين مثلا لو هالرمضان أنا ما سلمت عليه، أو هل أنا لي أثر في هالموضوع ولا؟ طيب. مشكورة يا أم خالد، حياك الله. أبو محمد من أبو ظبي تفضل. أبو محمد السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يحفظك. الحمد لله بخير ونعمة. كيف حالك؟ خير الله يعافيك. حياك الله أبو محمد تفضل. الحين واحد مريض مزكم يعني. نعم. مزكم يعني يروح يصلي الجماعة ولا ما يصلي الجماعة؟ نعم. طيب. إن شاء الله. حياك الله. مشكور. في سؤال بعد. سؤال واحد بس. نعم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مشكور يا أبو محمد، شكرا على الاتصال وعلى التواصل. فضيل شيخ أعود إلى أم خالد. إذا تسأل الآن المتصلة الأخت، فضيل شيخ أخوها الآن مش راضي يعني يتصافى معها. أولا أنت عليك أن تواصلي الاتصال به، تحرصي، ما عليك منه هو، ألحي عليه واعتذري له وكذا. إياك أن تكوني أنت سبب القطيعة. الآن كونه هو لا يستجيب، هو يتحمل الإثم في هذه الحالة، ولا يليق بالإخوة والأخوات أن يكون هذا ديدنهم. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يحل أن يهجر المسلم أخاه المسلم فوق 3. هذا والأخ هنا في الحديث ليس الأخ من الأب والأم، الأخ في الدين، الأخ المسلم. فإذا كان هذا حال الغريب، فكيف أنتم بين إخوة والأخوات يكون بينكم هذا التقاطع؟ يعني حتى الدنيا بكاملها لا يستاهل. غدا إما الأخ يذهب إما الأخت تذهب. يعني ذكر في الصور إن لما قيل لشخص لامرأة أن زوجك مات، قال الزوج موجود يخلف الله تبارك وتعالى. الابن يعني مات، قال الابن يأتي من جديد، يعني الولد قد يأتي به الله تبارك. قال الأخ قد ذهب. هنا بكت. لماذا؟ لأن الذي يكون سبب وجود الأخ الأب والأم قد ذهبوا، فلا يكون هناك أخوة. لا بد أن تحرصوا، يعني كل أموال الدنيا لا تساوي ولا تستدعي هذا الزعل. لو ماذا يكون؟ لابد نوع من التنازل، نوع من طيب النفس. وبعدين الأخ إذا كان هو الأخ أكبر لابد أن يكون بمثابة الأب. ما عليه، حتى الأخت لو غلطت، حتى لو أساءت. أي سؤال، هل في منا واحد لا يسيء؟ كلنا مقصرون في جانب الله تبارك وتعالى، مع ذلك نرجو عفو الله تبارك وتعالى ومغفرته. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فالإنسان لا يصر على المقاطعة، لأن سيأتي يوم ويندم، لا شك أنه سيندم مهما بلغت من قسوته سيندم.
فأنت لا تبادري أبدا، حتى إذا جاء رمضان إياك أن تقاطعي أي مناسبة، حاولي الاتصال به. هو يصد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه لك. آمين. فضيل الشيخ أبو محمد المتصل الأخير، أبو محمد يسأل مريض المزتشم فضيل الشيخ، هل يذهب للجماعة؟ ممكن يذهب شيخنا بكمام؟ إذا نعم، إذا كان في هذا استطاعتي أن يذهب بكمام، أن يعني يحاول في طرف الصف لا يؤذي الآخرين فلا شيء. وإذا كان يخشى من عدوى زكامه فلا يذهب، فلا يذهب. مثل الذي يؤذي الناس مثلا بريحة البصل، منهي من الذهاب إلى المسجد، فهذا من باب أولى. نعم. فتحية من فرنسا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤال. نعم. أريد توضيح. أنا أخي يا الصوت الصوت يقطع فتحية، ما أسمعك ما أسمعك، لو تعيدين الاتصال إذا تكرمتي يمكن الصوت أوضح، الآن ما أسمع صوت. فريد من ألمانيا تفضل. فريد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. الله شلونكم؟ صحة الأحوال، أحوالكم يا شيخنا؟ الله يحفظك يبارك فيك يا شيخنا. عندي سؤال إن شاء الله. فضل. الشيخ يعني عراقي من كركوك. نعم. أنا صار لي تقريبا 20 سنة في ألمانيا. نعم. عندي كان معمل، خليت باسم أخويا، وسبع مرات رايح للعمرة، مرتين رايح للحج، ورحت عليهم سنة 2013. نعم. اتفاهمنا بالموضوع بين الشيخ بالمسجد. نعم. اتفقنا على 180 ألف دولار ينطوني. نعم. ليه هسه أنا حل يوم أنطيك بكرة أنطيك، ليه هسه ولا فلس أنطوني ويقول لي روح دق راسك للحياة. هذا أخوك يا فريد. يقول لي ذاك اليوم يقول لي تعال أنطيك معملك، المعمل هسه ما يسوي 20 ألف دولار، هسه أنا شنو الحل اللي ممكن نعم تنطيني الجواب؟ يا الله يخليك، الله يطول عمرك ان شاء الله. امين. اخ فريد سؤال اخير، هذا اخوك، اخوك هذا اللي ما اعطاك المبلغ؟ اخويا من امي من ابويا. نعم. مشكور يا فريد، الله يبارك فيك وان شاء الله تحصل على حقوقك على ظهر سؤالك. مشكور. من معنا ايضا فتحيه من فرنسا رجعت، حياك الله يا فتحيه. اهلا اخي. اهلا. الله يبارك فيك. انا عندي اخي توفي. نعم. وعندي أخ آخر يعني يوم وفاته قطع لنا يعني الغاز. نعم. قال ممنوع، ممنوع الطبخ. نعم. قالت أيام. نعم. هل ده صحيح في الشرع ولا لا؟ لأجل العزاء يعني. العزاء ما خلناش نشعل الغاز ولا حاجة ولو. نعم إن شاء الله. السؤال الثاني فتحية. والسؤال الثاني خويا دوفين الله يرحمه ويحسن إليه. آمين. بس يا ربي. نعم. نسيتي السؤال. ما عملوش. نعم. لا 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 ما عملوش. نعم. ما عملوش شواء. أنا موجودة في فرنسا. نعم. نعم. وأخي في الجزائر. نعم. يعني لما أروح لأزوره ما عرفش هو مدفون فين. نعم. لأنه نعم. ما عمله لا شواهد. نعم. ولا أي حاجة. نعم. ولما سألته قال لي دعي له من بيتك. هل هذا صحيح؟ نعم. وضح السؤال. مشكورة يا فتحية الله يبارك فيك، شكرا على الاتصال والتواصل. من معنا أيضا عفوا أبو محمد، حياك الله من رأس الخيمة يا أبو محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. الله يثبتنا وياكم على الحق إن شاء الله. آمين. شيخ عندي سؤال بخصوص الجمع والقصر. نعم. أنا سافرت لدولة أجنبية لمدة 8 أيام. نعم. 3 أيام في مكث في منطقة معينة. نعم. وبعدها يومين انتقلت لمنطقة ثانية تبعد 200 كيلو تقريبا. نعم. وبعدين رجعت لنفس المنطقة الأولى. نعم. مكث فيها 3 أيام. نعم. هل يجوز الجمع القصر في هالحالة؟ إن شاء الله. مشكور يا أبو محمد، حياك الله، شكرا على الاتصال. الإجابات إن شاء الله مع فضيلة الشيخ بعد فاصل قصير، أرجو أن تبقوا معنا.
اهلا بالجميع، حياكم الله يا الاعزاء من جديد. فضيل الشيخ، كنت اقول لك في الفاصل اذا كان الاخوه يعني ياخذون من اخوانهم ومن اخواتهم، فما الواحد بعد ما يلوم الغريب يعني. سؤال الاخ فريد يا فضيل الشيخ، على كل الاحوال ظاهر السؤال شيخنا انه لم يحصل الى الان على مبلغ من الاخ. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه. لا شك ان ظلم ذوي القربى اشد مطاردة، لا شك. يعني الانسان قد يتوقع الظلم من غريب، قد يتوقع الظلم من عدو، لكنه لا يمكن ان يتوقع من قريب، ولا سيما اذا كان هذا القريب شقيق. شقيق، وهذه خيانة أمانة ولا يجوز. هذا لا علاقة له بذهابك للعمرة وذهابك للحج، الله يتقبل منك كل هذه، لكن المعاملة إذا تمت على مبلغ معين يجب على أخيك أن يدفع هذا المبلغ، إلا إذا أنت تنازلت له وديا عن شيء من هذا إكراما لأخيك، هذا شيء راجع لك. لكن أن يقول لك ان روح دق راسك في الحيط او شيء من هذا القبيل، هذه يعني حقيقه هذا سوء القضاء. ورحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، هذا لا يمكن. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم علمنا حسن القضاء، اذا ما عندي الا الاحسن اعطيه الاحسن. فأما أن أتي وأظلمه وأقول لا أنت ليس لك عندي شيء، والآن ضرب راسك، هذا إساءة في الكلام وإساءة في المبلغ وتقليل في المبلغ، هذا لا يجوز. هذا المال الذي يأخذه هذا سحت في حقه، سواء الآن نزل سعره أو ارتفع سعره. يعني هو لابد أن يفكر هذا الشيء. لو فرضا أنه اشترى هذا المعمل ب80,000 دولار ورضي بذلك وتمت البيعة، وعلى أساس وكان مفروض أني كان يعطي من بحسب الاتفاق، يكفي أنك صبرت عليه. يعني احنا طبعا نجاوب على ما سمعناه من السؤال. طيب الآن لنفترض أن هذا المعمل أصبح 8 ملايين، رزقه ما تستطيع الآن أن تقول لي مثلا أنا خلاص صعب ولا الآن صار لا قيمة له، أنت لست مسؤولا عن ذلك. مثل ما إنسان يشتري أي سلعة، إذا أنا اشتريت بسلعة معينة ممكن في أي لحظة من اللحظات هذه السلعة ترتفع وممكن أن تنخفض، هذا لا إشكال في ذلك. يعني هذا ليس سبب أن لو كان نزل سعره الآن لا تعال خذ مع ملك، هذا ما يصح. أنت البيعة تمت ووجب عليك وأصبح دينا في حق في ذمة أخيك، الآن تستطيع أن تطالبه. لكن في الآخر هذا أخوك، حاول بالحسنى قدر الإمكان، وهو ليعلم أن ما أخذه بغير وجه حق وبغير طيب نفس منك هو سحت، وما أخذ من السحت فالنار أولى به. نعم. فضل الشيخ عود إلى فتحية في سؤالها الأول. شيخنا 3 أيام العزاء يعني قطع علينا الغاز، يعني ما في طبخ. فضل الشيخ مثال، أنا الآن لا أريد أن أعمل يعني عزايم وكذا في العزاء، لكن في نفس الوقت هناك سيأتون من الأعيان، من الأهل، ناس من الإمارات الأخرى، من دول مجاورة، فأضطر أن أعمل. هو مولانا القضية ليست قضية هذه، القضية أن الأصل في السنة أن أهل الميت الآن أصيبوا بمصيبة، فلا يجمع عليهم همين في أثناء اشتغال بمصيبتهم أن ينشغلوا بطبخ الأكل للناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ويشغلهم. وهذه إلى الآن في بعض الإمارات موجودة، بعض العوائل كذا موجودة، أن الجيران اليوم الأول هذا يقول عندي أنا وهذا يقول عندي أنا وهذا يقول عندي أنا 3 أيام لضيوفهم لهم أنفسهم، هذا لا إشكال في ذلك. أما إذا كان الإنسان مستطيعا وهو يريد أن يكرم وليس فيها من مال القصر، هنا لابد أن ينتبهوا ألا يؤخذ من مال للقصر أو للأيتام فيه دخل. يعني مثلا لنكون قال أن هذا مال الورثة، 5 من الورثة كبار و5 من الورثة قصر، ما يقابل إن كانوا هم يتبرعون من أموالهم الخاصة هذا لا إشكال في ذلك، أما القصر فليس لهم ذلك أن يأخذوا من مالهم. أما هم
يعني واحد كبير وواحد الله تبارك وتعالى منعم عليه، قال أنا متكفل بهذه الثلاث أيام ومتكفل بكل الذين يأتون للعزاء لا إشكال في ذلك، والناس فعلا يأتون من أماكن بعيدة، يعني قد يكون يصعب لأن لا كلهم يستطيعون أن يذهبوا، يعني جاءوا وتعنوا إلى غير ذلك. صحيح أن أغلب الناس الذين يأتون لا يأتون لأجل الأكل، يأتون لأجل العزاء ومواساة أهل المصر، لكن لو جاء في وقت وصل بدل ما أن يذهب ويتشتت، وقد يكون في مسافات بعيدة، يعني بعض الناس ما شاء الله يعني جزاهم الله خير من حبهم للخير يأتون من مسافة مثلا 8 ساعات 9 ساعات بالسيارة أو بالطائرة أو من دولة إلى دولة، فأنت هذا من الإكرام، لكن أن لا يؤخذ من مالي القصر، وألا يعني إذا ما عمل أن يأتي ويزعل. الأخ هذا للأسف فهم المعنى خطأ وأخذ بالتشدد، ليس هذا طريق النصيحة وليس هذه طريقة الإكرام. أنت حتى مش شاهد ما عملت، لماذا لا تفعل الشاهد؟ نعم والله قبور الصحابة ما في عليهم شواهد وكذا، قبور الصحابة معروفة، الذين هم معروفين معروفين والذي غير معروفين أنت تسلم على أهل المقبرة كله، لكن قد يريد إنسان أن يزور والده، ماذا يضر لو كتب على قبره هذا قبر فلان؟ ماذا يضر هذا؟ يعني هل هذا فيها مخالفة للشريعة؟ ليس فيها مخالفة للشريعة، وإذا كان ولا بدعة ولا يدخل في قضية البدعية وليس بناء أصلا، نعم، ولا قباب ولا شيء من هذا القبيل. بالعكس هذا إنسان يذهب أول شيء إلى مثلا قريبه إلى أهل الميت يسلم عليهم فهو يفرح بذلك، ثم بعد ذلك يسلم على المقبرة جميعا. وأحنا من سنة المقبرة عندما ندخل أول ما ندخل المقبرة السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون، أنتم السابقون ونحن لا، وهكذا يغفر الله لنا ولكم. الإنسان يدعو للكل ثم بعد ذلك يذهب إلى قريبه يسلم عليه ويدعو له عند قبره، ما المانع في ذلك؟ يعني لماذا أنت تشدد لا ادعي لابن بيتك؟ هذا 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 ليس أسلوبا، هذا ليس طريقة. الآن منعوا كل هذه الأشياء، حتى الآن يعني سرى إلى بعض الجهات مثلا، ولا إلا تكتب له المغفور له بإذنه تعالى. أنا بس هذا هذا الكلام يعني حقيقة يؤلمني، أننا الآن إلى الآن فرضنا على الناس هذا الفرض، أن لا يقال المغفور له، المغفور له بإذن الله تعالى. هل سؤال بسألكم، هل هناك مغفور له بغير إذن الله؟ مستحيل. طيب وكلمة المغفور له هل هذا خبر أم دعاء في صيغة خبر؟ دعاء، دعاء في صيغة خبر، مثل رضي الله عنه، إذا كان رضي الله عنه أنت تخبر فهذا لا حاجة لذكره، صلى الله عليه وسلم، إذا أنت تقول عندما يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تقول صلى الله عليه وسلم، إذا كان خبرا فهذا لا أجر، ما هو الأجر الذي لك؟ ما هو الأجر الذي لك؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله تبارك وتعالى صلى وسلم عليه، أنت صلى الله عليه وسلم أي اللهم صل وسلم عليه، فرحمه الله، غفر الله له، رضي الله عنه، هذا كل بمعنى اللهم ارحمه، فلا يليق ولا يصح في العربية كذا، بل هذا ممنوع. مثل ماذا؟ اللهم اغفر لي إن شئت، كأنك تقول له اللهم اغفر له إن شئت، هذا دعاء؟ هذا منهي عنه. أنا أتعجب لما تقول أسأل الله تبارك وتعالى أن أو الله يشفيك إن شاء الله تعالى، ينتقدونك، يا لا كيف جبت إن شاء الله في الدعاء، ممنوع. طيب لماذا تأتون في المغفور له؟ فهذا لا يليق، يعني نحن نريد أن لا نشدد على الناس، لا نكره الناس في دين الله تبارك وتعالى. هذه الأمور أمور حياتية فيها سهولة فيها مرونة والحمد لله، لماذا تشدد عليه؟ يعني أنا أريد أن أعرف مقبرة قبر والدي، أريد أن أعرف قبر والدتي، أريد أن أعرف مثل قبر فلان قبر فلان قبر فلان، أزور أسلم عليه، ما الإشكال فيه؟ نعم، يبارك فيك فضيل الشيخ على التوجيه المهم. أبو محمد من رأس الخيمة شيخنا، الجمع والقصر الآن سافر 8 أيام شيخنا، نعم، لكن كأنه ينتقل من مكان إلى آخر ويعود، إذا كان لا يمكث في المدينة الواحدة أكثر من 4 أيام غير يومي الدخول يجوز له. بعض الناس هذا مثلا يذهب لمدة شهر شهرين، لكن لا يمكث في المدينة الواحدة إلا 3 أيام 4 أيام، يذهب إلى المدينة أخرى ثم يعود إلى المدينة التي كان فيها لثلاث أيام، أيضا هذا السفر جديد مرة أخرى، ثم يذهب إلى مدينة ثالثة رابعة وخامسة وهكذا، ويعود أحيانا للمدينة التي كان فيها. المهم أن لا يمكث في مدينة واحدة يقيم فيها أكثر من 4 أيام غير يومي الدخول والخروج. نعم. أختم سؤال فريد قبل أن نأتي إلى رسالة نصية فضيل الشيخ أو واتساب. الأخ فريد من ألمانيا، ممكن
يذهب للقضاء رضي الله عنه أخوه. نعم يجوز القضاء شرع لأجل هذا. لماذا القضاء؟ الإنسان الأصل في الإصلاح بين الناس بالود. إذا لم يمت ناس من الأهل الأقارب اللي أصحاب خبرة أصحاب حكمة وأيضا تعرف أن لهم تأثير على هذا الأخ ما سمع بذلك، يجوز لك أن ترفع دعوة حتى على الوالدين حتى على الأولاد. لكن نحن نقول هذا ليس من الخلق الكريم، بمعنى إذا أنت لم تكن بحاجة لا تجرجر والدك ولا فلا. لكن إذا مثلا بعض الآباء يسيئون مثلا قضية العضل، الولي يمتنع من التزويج بدون وجه حق بدون وجه حق، أما إذا كان له حق حتى القضاء لا يحكم له بسلب الولاية. لكن إذا بدون وجه حق ماذا تفعل هذه؟ يعني إما ترضى بالذي يجبر عليه يعني الأب أو تذهب إلى القضاء. تذهب إلى القضاء، وهذه فعلتها صحابيات وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضيل الشيخ، هنا سؤال من الأخ عبر وسائل التواصل الاجتماعي والواتساب، يقول فضيل الشيخ الغش في الامتحانات والحصول بعد ذلك على وظيفة، هو الآن غير مرتاح البال فضيل الشيخ ومنزعج جدا لأن ترتب عليه طبعا دوامه وراتبه شيخنا، وعندنا نص دقيقة. نعم الله يرضى عليك، يعني هذا يعني أنت أسأل الله تبارك وتعالى أن يقوي إيمانك، استغفر الله تبارك وتعالى، وإذا كنت تستطيع أن تتنازل عما تأخذ من مقابل هذه الشهادة التي ليس لك حق فيها فذلك أورع لك. نكمل إن شاء الله مع فضيل الشيخ في الحلقات القادمة. شكرا لكم أيها الأعزاء جميعا. في ختام هذه الحلقة باسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء أستاذ الفقه وأصوله، تحياتي يوسف الحمادي تحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى الملتقى. وعليكم السلام. أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.